السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة أولى إعدادي، إن شاء الله النهاردة هنبدأ نحل تدريبات برافو على الوحدة الخامسة اللي هي بتكون تاني وحدة في الترم التاني إن شاء الله. طيب أول بادج عندي هنا بادج سوسان سيس صفحة 66. طيب جايب لي هنا الصورة، الوثيقة دي طبعا بتكون في كتاب المدرسة وعايز إن أنا أحل عليها الأسئلة دي. طيب أول سؤال عندي هنا بقول لي سي لوماج، سيليماج الصورة دي دان مجازا في محل دان مخشي في سوق دان دينجا غوتيير. طيب نحاول نبص على الصورة كده شوية، الصورة دي فين؟ دينجا غوتيير. مش عايزة بس أبعد الصورة عشان تبقى الإجابات واضحة وعاملة عليها زوم كويس كده. طب تاني سؤال، على جا غوتيير إليا، في الجا غوتيير بيكون موجود إيه؟ بيكون موجود ديبوس، بيكون موجود أتوبيسات. قلنا جا بس محطة قطار، جا غوتيير محطة أتوبيس. طيب بعد كده نمرو 3 لي فواياج يغسون ديفان لو غويشي بوغ اشيتي، المسافرون امام شباك التذاكر لشراء الايه؟ لشراء التذاكر. يبقى بوغ امبيي اول واحده. طيب اون اشيت امبيي افون دو بروندر، احنا بنشتري التذكره قبل ركوب الايه؟ يبقى قبل ركوب الباص، هو ده اللي احنا بنحجز له او بنشتري له تذكره. طيب اخر حاجه هنا سباس فون لو جورنو دون سيت غاروتير، مين بقى اللي بيبيع الجرائد في محطة الأتوبيس؟ لجويشتي بقى التذاكر ولا لمخشا التاجر ولا لفواياجور؟ هتبقى لمخشا التاجر، هو اللي بيبيع. كلمة فان يعني يبيع. بعد كده أسئلة فغي أوفو الصح والغلط. طيب أول سؤال عندي هنا في فغي أوفو الصح والغلط بيقول لي دان لغاروتير إليا دوبيس في محطة الأتوبيسات. كلامي سريع، بحاول ان انا ما اخليش الفيديو طويل. في محطة الاتوبيسات هل بيوجد اتوبيسات؟ طبعا فغي صح. طيب بعد كده نمرو دو، بيوجد هقولك العربي على طول، بيوجد مترو في الجامعة يعني متروهات يعني في محطة الاتوبيس. الاجابة بتكون غلط لان المترو ليه محطة مترو خاصة بيه. طيب اون بغا نمرو 3 اون بغا لو تران على غار روتير، بنركب القطار من محطة الاتوبيس. غلط، بنركبها من على غار بس. طيب بعد كده نمرو 4 رقم 4 اون بو اشيتي ان جورنال على غار روتير، ممكن نشتري جورنال من محطة الاتوبيس. صح. طيب بعد كده نمرو 5 في محطة الاتوبيس بيوجد مسافرين، طبعا صح. طيب البادج اللي جنبها على طول اللي هي هنا بادج 66 صفحة 67، الدوكومو اللي بتقابلني فيها هنا بيقول لي هحاول اقول لك العربي على طول اختصارا لوقت الفيديو برضو. يوم الخميس صباحا في محطة الاتوبيس سارة واختها هالة اخذوا او ركبوا بقى الباص لكي يذهبوا الى المطار. في المطار اليبوخ، هنا في حرف جر، في المطار بقى بيوجد طائرات ومسافرين. البنات دول بقى ال دي عايزة على سارة وهالة، هم ركبوا الطائرة لباريس وهم سافروا من القاهرة في الساعة 7 ووصلوا باريس الساعة 11 بالظبط. طيب أول سؤال عندي هنا بيقول لي هالة إيه سارة فو، هالة وسارة راحوا فين عشان يركبوا طائرة؟ يبقى فا أليغو بوغ، ذهبوا إلى المطار. طيب السؤال اللي بعد كده الطائرة بتصل باريس في الساعة، هو قال لي هنا 11، فين أونزور؟ يبقى أونزور الإجابة التانية. طيب هالة وسارة بيركبوا إيه عشان يروحوا المطار؟ هما ركبوا إيه هنا في الدوكيمو؟ ركبوا الباص، يبقى لوبيس. طيب بعد كده نمرو 4 هما سافروا سباس كده في الساعة 7، سافروا إيه الساعة 7؟ يبقى سافروا من المطار. طب انا جبتها منين دي؟ عشان هو فوق هنا في الدوكيومنت بيقول لي سافروا من القاهرة الساعة 7، يبقى في القاهرة كانوا في المطار. طيب نمرة 5 او نمرو 5 قالوا غبوغ في المطار بيوجد ايه؟ بيوجد قطارات ولا مراكب ولا طائرات؟ طبعا بيوجد طائرات. طيب اسئلة الفغي اوفو، اول سؤال عندي هنا بيقول لي هالة وسارة بيكونوا اخوات؟ صح، عشان هو قايل لي هالة واختها او سارة واختها. طب بيوجد مسافرين في المطار؟ طبعا صح. طيب سارة وهالة سافروا من باريس، خلي بالك دول بقى احنا اخدنا ادوات المعرفة المضغمة وارجع للفيديو ده، هنا ما بقوليش سافروا الى باريس، هنا بقولي سافروا من باريس، يبقى غلط، هم مسافرين من القاهرة لباريس.
نمرو كاتر سارة وهالة ركبوا الطائرة الساعة 11. سارة وهالة ركبوا الطائرة الساعة 11. خلينا نتأكد كده. لأ، هم وصلوا باريس 11، يبقى غلط الإجابة دي غلط. طب آخر جملة خالص، هالة وسارة سافروا يوم الخميس مساء، غلط لأنه أول كلمة خالص قايل لي متى مش سواخ. طيب هنحل بقى الأسئلة دي كاملة على صفات الإشارة. أنا أقول الإجابة على طول على حسب المذكر والمؤنث. أول واحدة هتبقى ست للمؤنث وتصديق مؤنث. طيب بيم مذكر وبادئ بساكن يبقى سو. موياد تغنص بغ مذكر وبادئ بساكن يبقى سو. في مؤنث ومؤنث بادئ بساكن أو متحرك هي ست واحدة. طيب جويشتي مذكر وبادئ بساكن يبقى سو. جاغوتيغ مؤنث تبقى ست على طول، ست واحدة، هي ست واحدة ما ينفعش يبقوا اتنين ستات في مكان واحد. طيب نمرو ست، وصلنا عند نمرو كام؟ نمرو ست. افيون مذكر بس بادئة بفويل، دي طبعا الاجابات دي غلط يا ولاد كلها، الاجابات دي كلها غلط. هي الاجابة هتكون سي مع وجود حرف التي. ليه؟ لان ده ساكن، اسفه، ده مذكر بدأ بمتحرك، فالثلاث اجابات دول غلط، والغلطه دي برضو في كتاب سبحان الله السنه اللي فاتت برضو ما صلحوهاش. طيب اخر حاجه خالص عندي هنا، مون فريغ ترافاي دون هتبقى بارفوميري مؤنث، يبقى تاخد ست. طيب نكمل الباتش تحت برضو. طيب هنا برضو على صفات الاشاره، سامحوني على الخط بقى بلبس جوانتي والستاند قدامي. طيب اول حاجه احنا هنا هتبقى صدغه، بحاول احل من بعيد كده عشان ما اغطيش على الكتابه. صدغه مفرد مذكر بادئ بساكن، جورنو جمع يبقى تاخد سي. طيب فندور مذكر بادئ بساكن، انفيلوب جمع، الجمع كله بياخد سي، بادئ بساكن بادئ بمتحرك مفيش تغيير. شامبغ مؤنث تاخد ست، هي ست واحده. بعد كده اوتيل مذكر لكن بادئ بفويل، يبقى ياخد سي. ونبني حيطه على شكل حرف تي، وارجع للفيديو اللي فات بتاع صفات الاشاره. طيب بيس مفرد مذكر تاخد سو، وايكول مؤنث تاخد ست حتى لو بادئ بفويل يا ميس. ايوه حتى لو بادئ بفويل عادي. بعد كده التطبيق على ادوات المعرفه المدغمه، بتبقى دي للمذكر، دولا للمؤنث، دي لابوستروف للمفرد البادئ بفويل، ودي للجمع. طيب اول سؤال هنا، سيلوتيل هتبقى دولاجار، خليني بس احاول مغطيش الكتابه قوي، هتبقى دولاجار عشان مؤنث. طب الاجابه اللي بعد كده، لوبيس هتبقى ديليكول، هتبقى دولا بوستروف عشان يكول بدء ابو فويل. طيب بعد كده نمرو 3 سيتي كول لاي انفاس دو موزي، حطي دو يو للمذكر. طيب كلمه كير مذكر تاخد برضو دو، بيراميد جمع، انا بحاول اختصر بسرعه عشان الوقت، تاخد دي للجمع. مارشي مذكر ياخد دو، بوست مؤنث يبقى دولا، اوتيل مذكر بس بادئ بفويل يبقى دولا بوستروف، شامبر مؤنث يبقى تاخد دولا. اخر واحده بيلوت، بيلوت مذكر يبقى ياخد دو. في ناس اتلخبطت في حل السؤال ده وقالت لافام مؤنث، انا ماليش دعوه بده، الاداه دي بتيجي على اللي بعدها مش اللي قبلها. طيب نكمل بقى أسئلة لشوازي هنا. أسئلة لشوازي احنا كل ده لسه في باتش 69 صفحة 69. أول حاجة هنا، مامي زو إلوان دو سينما، شان سينما مذكر، أنا بختار على حسب الكلمة اللي حط قبلها الأداة مش اللي قبلهم، لا الأداة دي هتتحط قبل إيه مذكر، طب الأداة دي هتتحط قبل إيه مؤنث، وهكذا، فبختار على أساس كده. نوزا بيتو هتبقى دولوبيتال علشان اوبيتال بدأ بحرف فويل، حرف الاشر فويل. بابيتي غي مؤنث يبقى دولا، اوبيغا بدأ بفويل يبقى ديلا بوستغوف، ايغوبوغ بدأ بفويل ديلا بوستغوف. واخر حاجه ايتازوني، خلي بالكم في ناس لخبطت في الاجابه دي، ايتازوني الولايات المتحده دي جمع، يبقى تاخد دي. الباتش اللي بعد كده انا هعديها في الحال ان كلها تصريفات افعال، وبتكون التصريفات نفسها فوق، ده معتمد على الحفظ. طيب هنحل بقى الباتش اللي هنا، الباتش اللي هنا باتش 71 صفحة 71. طيب أول حاجة هي طبعا بتكلم هنا على ليمو انتروغاتيف، كلمات الاستفهام أو أدوات الاستفهام. ليزي ليه فو أو،
طيب هنا كلا جاتي هاخد كل المذكر، التانية دي للمؤنث، وبروح حاطط لي اي اداة كده يلخبطني، مش هتبقى ماشية خالص. إيليه كيلوغ، سؤال الساعة، بياخد كل المؤنث. إيه البغا؟ كل تغا، لان تغا مذكر، تاخد كل المذكر. طيب بعد كده نمرو سانك، هتبقى اوفاتي اين تذهب. بعد كده كيلي لو بغي، انهي كل؟ الاولى هي مثل المفرد المذكر، لان بغي مفرد مذكر. عرفت من لو؟ والله من الاداه. طيب بواسون مؤنث، يبقى تاخد كل اللي هي مشروب مش سمك. السمك مذكر، المشروب مؤنث. طيب ايه الفا؟ او هي تذهب الى اين. كلماتيغ، كلمة ماتيغ دي كانت عندنا في الترم الأول مادة دراسية وهي مؤنث، يبقى تاخد كل المؤنث. بعد كده أبيتي، هتبقى أو أبيتيفو. خلي بالك كده من حاجة، أو بتيجي على الأغلب مع فيرب أبيتي وفيرب ألي، يذهب، لأني بسأل عن مكان السكن أو مكان الذهاب. طيب هنكمل بعد كده دوكيمو، برضو بتقابلني في باج 81 صفحة 81. طيب هنا الدوكيمو دي عنوانها ايه؟ الا جار، قلنا جار محطة القطار بس، كلمة جار بس محطة القطار بس. طب جار روتير، محطة الاتوبيس. الا جار، يوم الخميس رامي ذهب لي جدودو سي جران بغا، يعني الجراند بيرنتس، سي جران بغا لي جدودو في الاسكندرية. هو ذهب الى محطة القطار لكي يركب القطار. في المحطة بيوجد ناس، دي جون يعني ناس، دي مخشى تجار، دي جغنو بائعين جرائد، ومسافرين وبائعين. وفي النهاية أنفا اللي هي at the end، أنفا رامي اشترى تذكرة ذهاب وعودة لين تغيف، تعريفة كاملة نون فوميغ لغير المدخنين. طيب أول سؤال عندي، سودو كيمو ايه؟ ديالوج ولا إعلان ولا تكست؟ لا تكست، لا هي اعلان بوبليسيتي، بوبليسيتي ولا هي اعلان ولا هي ديالوج. طيب معلش دي انا قلتها بالايطالي اتلخبطت. طيب رامي بيذهب عند، رامي بيذهب عند مين؟ هتبقى سي غران باغا، عند جدوده. طيب بعد كده رامي بيذهب الى الاسكندريه يوم ايه؟ كان يوم الخميس، متالف اول كلمه في دوكيمو. رامي بيذهب للاسكندريه في ايه؟ بالقطار، لانه راح محطه القطار وركب قطر. بعد كده نمرو سانك، رامي اشترى، اشترى ايه بقى؟ اشترى تذكرة واحدة امبيي. طب السؤال الصح والغلط، اول حاجة الا جار اليا بوكو دو بوس، في محطة القطار بيوجد اتوبيسات كتير. طبعا غلط، محطة القطار فيها قطارات ما فيهاش اتوبيسات. طيب رامي فوا، رامي شاف او بيرى يعني تجار في المحطة، صح، لانه قالك فيها تجار وبائعين جرائد وناس. طيب رامي بيشتري تذكرة نص تعليق، النص اجرة، نصف اجرة، هتبقى غلط، لانه اشترى بليان تغيف، ما اشتراش دومي تغيف. طيب رامي ايه فوميغ؟ غلط، لانه اشترى التذكره نون فوميغ، اشتراها مع عدم اللي هما مش مدخنين يعني. طيب رامي اشترى تذكره ذهاب وعوده، خلينا ابص كده واقول ماشي، ذهاب وعوده صح. طيب بعد كده عندي باتش 92 اللي هي صفحه 82. اول دوكيمو عندي هنا، بسم الله، الدوكيمو اللي عندي هنا بقول لي بيير، هقول لك عربي على طول زي ما احنا بنعمل عشان وقت الفيديو. بيير بيقضي اسبوع في باريس مع صديقه انطوان. وبعدين بعد كده مسيو دوبون، ده اسم شخص، اكومباني سون فيس، اصطحب ابنه بيير في الى محطه الاتوبيس بتاعت ليون، دي ليون دي مدينه في فرنسا. بيوجد اتوبيسات، بيقصد بيوجد فين؟ في محطة الاتوبيس. بيوجد اتوبيسات وتاكسيات وتجار وبائعين، تجار جرائد، والكثير من المسافرين مع امتعتهم او حقائبهم في اليد. طيب بعد كده مسيو دوبون قال فوالا الجوشي، ها هو شباك التذاكر، يجب اولا ان احنا نشتري تذكرة. فبيغ رد قال له بكام؟ مسيو دوبون قال له 40 يورو. بيير قال له في اي ساعة بيرحل الاتوبيس؟ قال له في الساعة دانزين دومي اير، بعد نص ساعة، خلال نص ساعة. فمسيو دوبون اشترى تذكرة، والساعة 9 الباص وصل، وبيير حيا بابا وركب الباص. تمام. طيب اول سؤال عندي هنا، بيقول لي مسيو دوبون اشيت امبيي، اشتراها منين؟ من الجويشي ولا من الاتوبيس؟ ولا طبعا من الجويشي، من شباك التذاكر. طيب السؤال الثاني، بيير فا
بير راح لمحطة الأتوبيس مع مين؟ مع بابا سون بير اللي هو مسيو دوبون. طيب بعد كده نمرو تروى بير ذهب إلى محطة الأتوبيس لكي إيه؟ هتبقى لكي يركب الأتوبيس بور براندر لوتوبيس. طيب السؤال اللي بعده لو بيكوت التذكرة كانت تكلفتها كام كغانت؟ 40 يورو. طيب لو فواياجور المسافرين بيسافروا معاهم كتب ولا ورود ولا دي فاليز؟ لا دي فاليز قلمها حقائب اليد حقائب السفر يعني. طيب بيير هيقضي اسبوع مع انطوان صح هو قال كده في اول الدوكومون هيقضي اسبوع في باريس مع صديقه انطوان. طيب السؤال اللي بعد كده بيير ابيت في باريس بيير ابيت في باريس لا طبعا غلط هو ابيت في ليون ورايح باريس. طيب الاتوبيس بيوصل الاتوبيس بيوصل الساعة 9 خلينا بص كده في الدوكيمو ايوه هي صح الاتوبيس وصل الساعة 9 بعد كده انطوان ما عندوش صديق طبعا غلط لانه عنده صديقه بيير. طب اخر اجابة بيير بيكون بيير وبابا مونتو دان الاتوبيس بيير وبابا ركبوا في الاتوبيس طبعا غلط لان بيير هو اللي سافر لوحده. طيب الصفحة اللي قصادها طيب بيقول لك هنا بنذهب الى محطة القطار لكي نشتري ايه؟ لكي نشتري تذاكر. طيب في المطار بيوجد طائرات. طيب شباك الموظف التذاكر بيبيع تذاكر. طيب بنشتري تذاكر بنشتري اسفة طوابع بريد يبقى على بوست من البوستة. في محطة الاتوبيس بيوجد يبقى ديبوس. دي كانت باج 83 هنحل دلوقتي باج 95 صفحة 85 على اكسرسيس دي لونج ده على كل الجرامير بتاع الوحدة. اول حاجة جبغة هتبقى سو فلاكون هتبقى سو الاولى عشان فلاكون مذكر. طيب في هتاخد ست للمؤنث سامحوني على الخط بكتب من بعيد قوي. طيب احاول اظبط الدنيا شوية. بعد كده جويشتيه هتكون مذكر يبقى سو للمذكر. طيب جاغوتيه هتبقى ست عشان هي مؤنث هي ست واحدة خلاص يا ميس حفظنا. طيب نوغينو سو تغا عشان مفرد مذكر. بعد كده إليف اي اكسلانت اكسلانت مؤنث إليف بتمشي مذكر ومؤنث لكن الصفة دي اللي بينت لي بقول التلميذة يبقى ست حتى لو بدأ بوفايل هي ست واحدة هي بدأ بفويل او بكونسون المؤنث بياخد سين. افيو مذكر لكنه بادئ بفويل يبقى ياخد سين. نبني حيطة بينهم على شكل حرف تي. بومبو جمع يبقى تاخد سين. غب مؤنث يبقى تاخد ست. ست غب. هذا الفستان. فغوي جمع تاخد سين. بعد كده ادوات المعرفة المدغمة. ابارتمو مذكر يبقى ديو. وتزدير هتبقى ديلا بوستغف. عشان الايه حرف متحرك. طيب بوست تبقى دولا عشان مؤنث. في هتبقى دولا عشان مؤنث. سينما هتبقى مذكر يبقى دو. كوميرس جمع يبقى دي. اوبيرا دي لا بوستروف عشان حرف الاو فويل. بروفيسور سي لا فوتو هتبقى دو بروفيسور مذكر لان بروفيسور هنا من غير الاو يبقى مدرس مش مدرسه. طيب اي انغاروتير هتبقى ست هتبقى سي اللي في النص. ليه اللي في النص؟ عشان الفيرب ده بادئ بفويل. طيب بعد كده لا لامب دو لا شامبر عشان شامبر مؤنث. ريستوران مذكر يبقى او. طيب سيت مونتور اي ات اي بور توا من اجلك. دي بقى حروف الجر جدول حروف الجر اللي في كتير بيطنشوه في الحفظ. طيب لو بغي تيكي لوبري هتبقى دو تيكي عشان تيكي مذكر. طيب فاليز هتبقى سيسون دي فاليز. بعد كده تصريفات الافعال دي انا بسيبها لك بصراحه مش مستاهله يعني تتحل لان هي معتمده على الحفظ.